السلام عليكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على درس جديد من دروس الهندسة، بنتكلم على التشابه. التشابه ده درس بناخده لأول مرة، درس لطيف جدا وسهل قوي. عايزين نتعرف مع بعض يا ترى إيه النواتج التعلم اللي إحنا هنستفيدها مع بعض النهاردة. أولا النهاردة هنقدر إن إحنا نثبت إن في مضلعين متشابهين، وهنعرف ازاي نقدر نثبت ان المضلعين متشابهين، وكمان هنقدر نثبت ازاي المثلثين ممكن يكونوا متشابهين، وهنقدر نحل مع بعض التمارين بمهارة. اول حاجة هنتكلم عنها تشابه مضلعين. احنا التشابه ده درس ان شاء الله باذن الله هنبدأ فيه واحنا في تانية اعدادي، هنكمله بصورة مفصلة قوي قوي ان شاء الله واحنا في الصف الاول الثانوي، فعايزين نهتم بيه عشان لما نيجي نكمل عليه نبقى احنا عندنا خلفية كويسة عن الدرس قبل ما نبدأ فيه واحنا في أولى ثانوي إن شاء الله. تشابه مضلعين، إمتى بيقدر أقول إن المضلعين اللي عندي متشابهين؟ يقال للمضلعين أنهما متشابهان إذا تحقق الشرطين الآتيان معا. إيه هما الشرطين؟ الشرط الأولاني إن الأضلاع المتناظرة تكون متناسبة، والشرط الثاني ان الزوايا المتناظره تكون متساويه في القياس. يبقى في عندي شرطين اساسيين اهم، الاضلاع المتناظره متناسبه والزوايا المتناظره متساويه في القياس. الحاجات دي مهمه قوي. طب ينفع ان يكون شرط منهم موجود والتاني مش موجود؟ لا، لازم الشرطين هما الاتنين يكونوا متوفرين مع بعض واحنا بنتكلم على المضلعات. طيب تعالوا نشوف يا ترى ايه هو رمز التشابه. شايفين الرمز اللي احنا عاملينه بالعلامة الأحمر دي؟ يستخدم الرمز اللي هو شبه الموجة ده للتعبير عن التشابه، فتكتب المضلعان المضلع أ ب ج د يشابه المضلع س ص ع. يبقى أنا قريتها أهو، حطيت العلامة، ولكن لما باجي أقراها هقول المضلع أ ب ج د يشابه المضلع س ص ع ليه؟ يبقى ده رمز إيه؟ رمز التشابه. ماشي يا حبايبي؟ طيب نشوف يا ترى فين المضلعين. ادي المضلعين اللي قصادي اهم، عندي المضلع ا ب ج د والمضلع س ص ع لام اللي احنا لسه قايلين ان هم متشابهين. لو جينا بصينا في المضلعين هنلاقي ان المضلعين شبه بعض. يعني ايه كلمه شبه بعض او متشابهين؟ يعني الزوايا المتناظره متساويه في القياس والاضلاع المتناظره متناسبه. متناسبه يعني لو حطيت اي ضلعين على بعض هيدوني كلهم نفس النسبه الثابته. يطلع مثلا المضلع س ص ع لام الصغير ده نص المضلع أ ب ج د أو تلته أو تلتينه أو 4/5 منه، يعني في نسبة ثابتة ما بين أضلاع المضلع الصغير وأضلاع المضلع الكبير. طيب خلينا نركز مع بعض بقى، إذا كان المضلع أ ب ج د والمضلع س ص ع ل فيهما، تعالوا نشوف يا ترى فيهم إيه؟ أدي المضلعين اللي عندي. عندي قياس زاوية أ يساوي قياس زاوية س. شايف احنا هنقول المضلعين اسمهم ايه؟ ألف ب ج د والتاني س ص ع ل. أنا بتكلم على الزوايا المتناظرة، يبقى قياس زاوية ألف مين اللي بيناظرها هناك؟ س، دايما بكتبه بترتيب الزوايا، يبقى ألف قياس زاوية ألف هيساوي قياس زاوية س، قياس زاوية ب هيساوي قياس زاوية ص، قياس زاوية ج هيساوي قياس زاوية ع، وقياس زاوية د هيساوي قياس زاوية ل. يبقى كل الزوايا المتناظرة متساوية في المضلعين. طيب يبقى هنا كتبنا اهو الزوايا المتناظرة متساوية في القياس. تعالوا نشوف الحالة التانية أو الشرط التاني. الشرط التاني إن الأضلاع المتناظرة تكون متناسبة. طب فين الأضلاع المتناظرة؟ إحنا أضلاع المضلع اللي عندنا لو بصينا للمضلع أ ب ج د هنلاقي إن الضلع أ ب مين اللي بيناظره هناك؟ س ص، برافو عليكم. يبقى أ ب على س ص هيساوي ما نسيبش ال ب بقى، ب ج على ص ع. يبقى انا لما باجي اقول الاضلاع هقول لهم ا ب ب ج ج د د ا او ا د، يبقى ببدا بالترتيب كده ا ب، ها نكمل ب ج ج د د ا او ا د. ا ب على س ص هيساوي ب ج على ص ع هيساوي ج د على ع ل هيساوي ا د على س ل. دايما بنراعي الترتيب واحنا بنكتب الاضلاع عشان تطلع الاضلاع بتاعتي صح. يبقى لو انا خدت اول حرفين من المضلع الاولاني اللي هو ا ب اخد قصاده اول حرفين من المضلع الثاني اللي هو س ص، خدت الثاني والثالث ب ج مع الص ع الثاني والثالث هناك، الثالث والرابع ج د مع الثالث والرابع ع ل، يبقى ج د على ع ل. خدت الالف د الاول والاخير
مع السين لام الأول والأخير. يبقى أنا كده كتبت الأضلاع المتناظرة. لو لقيت إن الأضلاع المتناظرة دي كلها بتديني قيمة ثابتة وكلها متساوية، يبقى الأضلاع المتناظرة أقدر أقول عليها إنها متناسبة. إذا تحقق الشرطين دول مع بعض، أقدر أقول إن المضلع أ ب ج د يشابه المضلع س ص ع ل. في ملاحظات مهمة: تسمى النسبة الثابتة بين أطوال الأضلاع بنسبة التكبير أو التصغير أو مقياس الرسم. طيب يعني إيه نسبة التكبير؟ يعني أنا هحط الضلع الكبير على الضلع الصغير، يبقى دي اسمها نسبة التكبير. بدأت بالمضلع الصغير على الكبير، يعني الضلع الصغير على الضلع الكبير، يبقى دي اسمها نسبة التصغير. طب إيه مقياس الرسم؟ مقياس الرسم لو إحنا نلاحظ دايماً إن إحنا لما نيجي مثلاً نرسم خريطة جمهورية مصر العربية، هل بنرسم الخريطة قد الجمهورية كلها؟ يعني هاجي مثلا ما بين مثلا القاهرة واسكندرية في 350 متر، 350 كيلو متر، هل هرسم 350 كيلو متر على الخريطة؟ لا. يبقى في نسبة ما بين الأضلاع، ما بين المقياس اللي بسميه مقياس الرسم، هو ده نسبة التكبير أو نسبة التصغير. الملاحظة الثانية: إذا كانت النسبة الثابتة بين أطوال الأضلاع تساوي واحد، هقدر أقول إن المضلعين في الحالة دي متطابقين، لأن الضلع مثلا الأولاني 5 والتاني 5، يبقى ده هنا 5 على 5 فيها الواحد. إذا تساوت أطوال الأضلاع أصبح المضلعين اللي عندي دول مضلعين متطابقين، ودي مهمة أوي. رقم 3: كل المضلعات المتطابقة متشابهة، ولكن المضلعات المتشابهة مش بالضرورة أبدا إنها تكون متطابقة. يبقى أي مضلعين متطابقين هم متشابهين، ولكن هل المتشابهين دايما متطابقين؟ لا طبعا، هما بيتطابقوا في حالة واحدة، إذا كانت النسبة الثابتة ما بين أضلاعهم تساوي واحد. الخاصية الرابعة أو الملاحظة الرابعة: كل المضلعات المنتظمة التي لها نفس عدد الأضلاع تكون متشابهة. يعني لما أجي أقول إن المربعات كلها متشابهة، أي مربعين متشابهين، أي مستطيل، أي شكل سداسي منتظم يشابه بقية الأشكال السداسية، لأن النسبة الثابتة ما بين الأضلاع هتفضل هي نفس النسبة الثابتة. يبقى الحاجات دي مهمة، كل المضلعات المنتظمة التي لها نفس عدد الأضلاع تكون متشابهة. آخر حاجة: المضلعان المشابهان لثالث يكونا متشابهان. يعني لو عندي مضلعين متشابهين والمضلعين دول بيشابهوا مضلع ثالث، أو المضلع الثالث بيشابه حد فيهم، يبقى هما الثلاثة هيبقوا متشابهين. والخاصية أو الملاحظة السادسة، دي مهمة جدا 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 لأنها بتحل لي مسائل كتير: النسبة بين محيط مضلعين متشابهين تساوي النسبة بين طولي ضلعين متناظرين فيهما. يبقى النسبة ما بين الأضلاع هي نفسها النسبة بين المحيط. هناخد مع بعض تدريب، نبتدي نركز مع بعض. المضلعين الموجودين في الشكل القصادي دول، أنا بقول إن المضلع أ ب ج د يشابه المضلع س ص ع ل. نلاحظ بقى رمز التشابه اللي هو شبه الموجة اللي موجود ما بينهم، ده اسمه التشابه. احسب طول القطعة المستقيمة س ل، وعايزة كمان نسبة التكبير. عايزة إذا كان محيط المضلع أ ب ج د 36 سنتي، أوجد محيط المضلع س ص ع ل. نحل المسألة مع بعض. بما أن المضلع أ ب ج د يشابه المضلع س ص ع ل، إذن الأضلاع المتناظرة مالها؟ الأضلاع المتناظرة متناسبة، برافو عليكم. يبقى ال ب ج على ص ض هيساوي الألف د على س ل. ال ب ج عندي طوله هنبتدي نعوض عنه 8، والص ض 2.4، الألف د 6، س ل ده المجهول اللي أنا عايز أجيبه، يبقى هنسيب س ل. إزاي أقدر أجيب طول س ل؟ في الحالة دي طالما في نسبتين متساويتين، يبقى لو أنا خدت حاصل ضرب بسط الثاني في مقام الأول على بسط الأول هيديني س لام، زي اللي احنا كنا بنقول إن حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. يبقى هاخد العددين اللي قصاد بعض اللي هما الستة والاتنين وأربعة من عشرة، أضربهم في بعض وأقسم على العدد الثالث اللي هو الثمانية، يبقى س لام هيساوي ستة في اتنين وأربعة من عشرة على ثمانية هيساوي 1.8. عايزين نشوف المحيط، ادي الشكلين بتوعيهم. نلاحظ بقى الملاحظة المهمة اللي احنا قلناها، ان محيط المضلعات هي نفس النسبة الثابتة ما بين اطوال اضلاعهم. يعني محيط المضلع أ ب ج د على محيط المضلع س ص ع ل هيساوي 8 على 2.4، اللي هي النسبة الثابتة ما بين الاضلاع. 36 على محيط المضلع س ص ع ل هيساوي 8 على 2.4. يبقى محيط المضلع س ص ع ل هيا ولاد مين هيقول لي هيساوي ايه؟ ممتازين يا سنة تانية، هيساوي 36 في 2.4 على 8.
36 في 2.4 من 10 على 8 هيساوي 10.8 من 10 سنتيمتر. كان بالنسبة لتشابه المضلعات، هنتكلم دلوقتي بقى على تشابه مثلثين. تشابه مثلثين بسيط جدا وبرضه لطيف قوي زي ما احنا شفنا في تشابه المضلعات، بس في تشابه المثلثات هنكتفي بشرط واحد فقط من الشرطين. يتشابه المثلثين إذا تواصل أحد الشرطين التاليين، شرط واحد منهم يا إما أن تكون الزوايا المتناظرة متساوية في القياس، أو تكون الأضلاع المتناظرة متناسبة إذا تساوت قياسات الزوايا المتناظرة أو تناسبت أطوال أضلاعهم المتناظرة. يبقى شرط واحد فيهم يكتفي إن أنا أثبت تشابه المثلثات. يبقى المثلثات ليها حالة خاصة دونا عن بقية المضلعات، بكتفي بشرط واحد من الشرطين فيما عدا ذلك لازم الشرطين مع أي نوع من أنواع المضلعات ما عدا المثلثات. نشوف مع بعض إذا كان المثلث أ ب ج والمثلث س ص ع ل فيهما، أدي المثلثين اللي عندي، نلاحظ من الرسمة إن الزوايا اللي قصادي متساوية في القياس، يعني قياس زاوية أ تساوي قياس زاوية س، أ عندها نجمة وس عندها نجمة، أنا حاطة رمز التساوي أهو. قياس زاوية ب بتساوي قياس زاوية ص، ال ب عندها علامة إكس والص عندها نفس العلامة، يبقى الزوايا دي متساوية. وقياس زاوية ج تساوي قياس زاوية عين، يبقى أصبح هنا الزوايا المتناظرة إيه؟ الزوايا المتناظرة متساوية في القياس. طالما الزوايا المتناظرة متساوية في القياس، إذا المثلث أ ب ج يشابه المثلث س ص ع. طيب نكمل كده تشابه المثلثات، نشوف الحالة التانية، إحنا أثبتنا الحالة الأولانية. تعالوا نشوف بقى الأضلاع المتناظرة. آدي المثلثين اللي عندي، المثلث أ ب ج والمثلث س ص ع ل فيهما. الألف ب على السين ص يساوي ب ج على ص ع يساوي ج أ على ع س. إذا توافر الشرط ده يبقى المثلثين دول مثلثين متشابهين. طب تعالوا نشوف كده، لو إحنا حطينا أ ب على س ص هتساوي ب ج على ص ع هتساوي ج أ على ع س، نتأكد كده مع بعض. نشوف كده الأ ب عندنا طوله 10 سنتي، يبقى 10 على 5 اللي هو س ص. طيب ال ب ج عندنا كام سنتي؟ 6. طيب والص ع، الص ع 3، يبقى هنا 6 على 3 تساوي 8 على 4 اللي هو الج أ. 10 على 5 فيها ال 2، 6 على 3 فيها ال 2، 8 على 4 فيها ال 2. يبقى هنا الأضلاع كلها ادتني نفس النسبة ولا لأ؟ ادتني نفس النسبة، يبقى أقدر أقول إن المثلثين دول مثلثان متشابهان لأن النسبة ثابتة ما بين أطوال أضلاعهم. طيب، طيب يا ولاد، يبقى هنا المثلثين دول مثلثين متشابهين. نلاحظ دايماً إن طالما النسبة هنا أنا حاطة 10 على 5، 6 على 3، 8 على 4، الكبير على الصغير، يبقى هنا دي اسمها نسبة تكبير. طب لو كنت أنا حاطة 5 على 10، 3 على 6، 4 على 8، تبقى دي اسمها نسبة التصغير، عشان نفرق ما بين نسبة التكبير ونسبة التصغير، يبقى نسبة التكبير الكبير على الصغير، بينما نسبة التصغير هتبقى الصغير على الكبير. هناخد تدريب مع بعض، نبتدي نجيب الورق والقلم بتوعنا علشان نرسم المسألة ونشوف يا ترى هنحل السؤال إزاي. في الشكل المقابل المثلث أ ب ج يشابه المثلث أ س ص. لما يكون المثلثين متشابهين يا ترى نشوف مع بعض هنعمل إيه؟ هو مديني أ ص 4 سنتي، ص ج 8 سنتي، وس ص يساوي 5 سنتيمتر. اثبت أن س ص القطعة المستقيمة س ص توازي القطعة المستقيمة ب ج. يبقى أنا عايز أثبت هنا إن في ضلعين متوازيين، وكمان عايزة أجيب طول القطعة المستقيمة ب ج. طب يا ترى نفكر مع بعض في السؤال ده. أولاً أنا عندي مثلثين متشابهين، يا ترى إيه اللي هستفيده لما أنا أقول إن المثلثين اللي عندي متشابهين؟ هستفيد حاجتين مهمين جداً. أول حاجة إن الزوايا المتناظرة هتكون متساوية في القياس، والحاجة التانية إن الأضلاع المتناظرة هتكون متناسبة. يبقى في عندي كام حاجة؟ حاجتين. أول ما أقول إن في مضلعين متشابهين سواء كان مضلعين عاديين أو مثلثين، يبقى الأضلاع المتناظرة متناسبة والزوايا المتناظرة متساوية في القياس. طيب نيجي نشوف المطلوب. هو المطلوب مني إن أنا أثبت إن القطعة المستقيمة س ص توازي القطعة المستقيمة ب ج. يا ترى مين هيقول لي أقدر أثبت التوازي إزاي؟ برافو، عشان اقدر اثبت التوازي لازم يكون في زوايا متناظره ومتساويه في القياس، او زوايا متبادله متساويه في القياس، او زاويتان داخلتان وفي جهه واحده من القاطع
ومتكاملتان. يبقى انا هنشوف كده يا ترى نقدر نحقق انهي شرط من الشرطين. السين صاد والب ج هما الاثنين موجودين داخل المثلث ا ب ج. يبقى لو انا جيت بصيت لقياس زاويه ب وقياس زاويه س، دول في وضع تناظر، يبقى انا عايز اثبت ان قياس زاويه ب تساوي قياس زاويه س، واثبت ان قياس زاويه ج تساوي قياس زاويه ص. لو قدرت اثبت كده يبقى فعلا الضلعين دول متوازيين. عايز اجيب كمان طول القطع المستقيمه ب ج. طيب هنبتدي نحل المساله بقى مع بعض. خلاص كلنا رسمنا السؤال عشان نبتدي نحله مع بعض. عايزه كمان نثبت التكبير. اول حاجه هنرسم المساله. هنيجي نقول بما ان المثلث ا ب ج يشابه المثلث ا س ص، يبقى في عندي مثلثين متشابهين، هينتج ان اذا قياس زاويه ب هيساوي قياس زاويه س، وقياس زاويه ج هيساوي قياس زاويه ص. الزوايا دي مالها؟ الزوايا دي في وضع تناظر، زوايا متناظره ومتساويه، يبقى هي في وضع تناظر. طالما في زوايا متناظره او متساويه في القياس، اذا س لام هيوازي القطعه المستقيمه س ص، هتوازي القطعه المستقيمه ب ج. طيب وكمان عندي الاضلاع المتناظره متناسبه، يبقى الحاله الثانيه او الشرط الثاني اللي انا اقدر اثبته ان الاضلاع المتناظره متناسبه، ب ج على س ص هيساوي ج ا على ص ا. مش عندي طول هيفضل زي ما هو بيجي، السين صاد هعوض عنها طولها 5 سنتي، والجيم ألف 12 سنتي. طب جت منين الجيم ألف؟ هو مديني الألف صاد 4 وصاد جيم 8، يبقى أنا لما أحب أجيب الألف جيم هجمع 4 زائد 8 اللي هي تديني 12 سنتيمتر على الصاد ألف اللي هي 4. البيه جيم هيساوي إيه هنا يا ولاد؟ برافو عليك، والبيه جيم هيساوي 5 في 12 على 4 يساوي 15 سنتيمتر. يبقى إحنا كده قدرنا نجيب نسبة التوازي، وقدرنا نجيب كمان طول الب ج. طب لما أكون عايزة نسبة التكبير، تبقى نسبة التكبير هتساوي 12 على 4 يعني هتساوي 3، يبقى نسبة التكبير هتساوي 3، بينما نسبة التصغير 4 ل 12 هتساوي 3. بختار أي ضلعين معلومين عندي وأحط الكبير على الصغير أجيب نسبة التكبير، أو الصغير على الكبير أجيب نسبة التصغير. يبقى نسبة التكبير هتساوي الضلع الأكبر على الضلع الأصغر، هتساوي 12 على 4 تساوي 3. المسألة اللي بعد كده في الشكل المقابل، قياس زاوية ب تساوي قياس زاوية أ س ص، أ ص س، يبقى عندي قياس زاوية ب بتساوي قياس زاوية أ ص س، وعندي كمان إيه؟ وعندي أ س يساوي 3 سنتيمتر، وعندي أ ص 4.5 سنتي، و س ب 6 سنتيمتر. طيب نشوف يا ترى هو طالب مني إيه؟ طالب مني ان انا ابرهن ان المثلث ا س ص يشابه المثلث ا ج ب، يبقى انا عايز اثبت ايه هنا؟ عايز اثبت التشابه. يا ترى ازاي اقدر اثبت التشابه؟ ها مين هيقول لي بقى نفكر كده؟ يا ترى ازاي نقدر نثبت التشابه؟ احنا قلنا في عشان نثبت التشابه في عندنا كام شرط؟ في شرطين. ايه الشرط الاول او الشرط الثاني؟ مين هيجيبهم؟ برافو عليكم. الشرط الاول ان تكون الزوايا المتناظره متساويه في القياس. طب والشرط الثاني؟ ممتاز، ان تكون الاضلاع المتناظره متناسبه. يبقى يا اما ان انا اثبت ان الزوايا المتناظره متساويه في القياس، او اقدر اثبت ان الاضلاع المتناظره متناسبه. طيب واضح جدا عندنا ان احنا علشان نقدر نثبت الشرط بتاع الاضلاع لازم يكون عندي اطوال اضلاع المثلث الاول واطوال اضلاع المثلث الثاني. طب تعال نبص كده، احنا عندنا طول الالف س بس ما عندناش طول الالف ب او الالف ج، عندنا طول الالف صاد بس ما عندناش طول الالف، عندنا الالف ب والالف صاد فعلا، انما السين الالف ج ما عنديش طوله، الب ج ما عنديش طوله، السين صاد ما عنديش طوله. يبقى الحاله بتاعه اثبات ان الاضلاع المتناظره متناسبه مش هقدر احققها. طب امال هنا اقدر اعمل ايه؟ تعالوا نبص كده مع بعض للزوايا. هنلاقي لو بصينا للزوايا هنلاقي ان احنا عندنا قياس زاويه صاد، وعندنا قياس زاويه ب، وعندنا كمان ايه؟ عندنا زاويه الف مشتركه، يبقى نقدر نثبت ان الزوايا المتناظره متناسبه. عايز اجيب كمان طول الصاد ج. نبدا نحل المساله مع بعض. ادي رسمه السؤال وهنبدا الحل. بما ان اول حاجه لازم نقولها طبعا اسم المثلثين اللي انا عايز اثبت ان هما متشابهين. بما ان المثلث ا س ص والمثلث ا ج ب، ولازم نقولهم بالاضلاع المتناظره صح علشان اقدر اثبت الكلام ده صح، يبقى انا عايز اثبت ان قياس زاويه ا تساوي ا. طب زاويه ا دي موجوده في المثلثين ولا لا؟
زاوية ألف دي زاوية مشتركة، وعايز أثبت إن قياس زاوية سين تساوي جيم، دي مش عندي، إنما عندي إن قياس زاوية ص تساوي قياس زاوية ب. إذا توافر في أي مثلثين إن قياس زاوية مجموع قياس زاويتين في مثلث تساوي مجموع قياس زاويتين في مثلث آخر، فإن الزاوية الثالثة تساوي الزاوية الثالثة بدون ما أثبتها، دي نتيجة. يبقى طالما في زاويتين متساويتين لازم الثالثة هتكون بتساوي الثالثة. طب هنشوف مع بعض، يبقى هنا قياس زاوية ب هتساوي قياس زاوية أ ص س، وزاوية أ مشتركة، إذن المثلث الزوايا المتناظرة متساوية، إذن المثلث أ س ص يشابه المثلث أ ج ب. يبقى طالما لقيت إن الزوايا المتناظرة متساوية يبقى لازم المثلثين هيكونوا متشابهين. نبتدي نحط الأضلاع المتناظرة، الألف س على الألف ج هيساوي مين الضلع اللي أنا عايزة أجيبه؟ الألف ص على الألف ب. يبقى هنا الألف س على الألف ج تساوي ألف ص على ألف ب. هنبتدي نعوض عن أطوال الأضلاع، الألف س عندي طوله 3، الألف ج ده المجهول اللي أنا عايزة أجيب طوله، يبقى 3 على ألف ج تساوي الألف ص عندي طوله 4.5 سنتيمتر على الألف ب طوله 9 سنتيمتر. وهنقول تاني إحنا جبنا إزاي طول الألف ب، أنا عندي طول الألف س 3 سنتي وعندي طول السين ب 6 سنتي. الألف ب عبارة عن ألف س زائد س ب، يبقى 3 زائد 6 هتساوي 9 سنتيمتر. لما نجيب الألف ج هنضرب 3 في 9 على 4.5، يبقى الألف ج هيساوي 3 في 9 على 4.5 يعني هيساوي 6 سنتيمتر. يبقى أنا كده قدرت أجيب طول الألف ج. يبقى هنا نلاحظ حاجة مهمة، دايماً لما أطلب منكم إن أنتوا تثبتوا إن في مثلثين متشابهين يبقى قدامي حل من اتنين، يثبت إن الزوايا المتناظرة متساوية في القياس، يثبت إن الأضلاع المتناظرة متناسبة. عشان أثبت إن الأضلاع المتناظرة متناسبة لازم يكون عندي أطوال أضلاع المثلثين، بينما لو أنا عايز أثبت إن الزوايا المتناظرة متساوية يكفيني إن يكون في عندي زاويتين متساويتين، ويبقى في الحالة دي الزاوية التالتة بتساوي الزاوية التالتة. كده إحنا بنكون خلصنا حصتنا النهاردة، إن شاء الله تكونوا فهمتوا معانا الدرس، وأي سؤال أو أي استفسار هتبعتوه لنا على الشات، وإحنا بإذن الله هنجاوبكم على أسئلتكم واستفساراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أطيب تمنيات الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بدوام النجاح والتفوق، وتحياتي فاطمة مصطفى رجب معلم خبير رياضيات.